اهلا بيكم معانا حلقه جديده من مطبخ الحياه. وحشتوني من امبارح للنهارده. بصوا بقى، اكله النهارده ممكن يحصل مشاكل شويه بسببها. ناس تقول لا ما بنعملوش كده، ناس تقول لا احنا بنغسله، لا احنا ما بنغسلوش، لا انا بنقعه في ليمون، لا انا بحطه في ميه سخنه. فيها جدل كتير، بس انا هعمل الطريقه بتاعه ماما وبتاعه جدتي، فبالتالي يعني اي حد عنده اي تعليق على الوصفه كلموني قولوا لي انتوا بتعملوه ازاي. دي نقطه. النقطه الثانيه كلموني برضو عرفوني ايه البدايل اللي ممكن تعملوها، الخطوات تقطيع وتفريز القلقاس. هنعمل القلقاس بالسلق اللي هو والكزبره، حلو جدا جدا وطعمه خطير. وبحكي لكم قصه كده واحنا شغالين مع بعض، موقف يعني يخصني انا والقلقاس. قبل ما ابتدي في المقادير افكركم برقم التليفون 3855-0017 عشان تقدروا تكلموني وتتواصلوا معايا ونصبح على بعض ويبقى يوم حلو كده زيكم. طيب تعالوا نسمي بالله ونشوف. معايا كيلو قلقاس مكعبات، تمام؟ هنتكلم بقى تفاصيل واحنا شغالين مع بعض. عندي حزمه سلق، حزمه كزبره، نص كوبايه من الميه، معلقه كبيره من الثوم، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، بين قوسين اختياري. عندي سمنه، لحمه مسلوقه، يعني اي كميه عندك، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو على حسب افراد الاسره. انا هنا عشان ايه قلت قلقاس وكل حبايبي هنا بيحبوه، فنعمل بقى غدوه قلقاس عشان كلهم ياكلوا بالف هنا على قلبهم. شوربه مغليه وليمونه نصين، تمام؟ اهي مقادير سهله جدا وبسيطه. طب لعشاء القلقاس بقى ازاي اخزن القلقاس بطريقه يفضل عندي من السنه للسنه، خصوصا في رمضان؟ يعني انا واحده من الناس لازم اخزن لرمضان كيسين قلقاس لغدوه بتاعه رمضان، في نص رمضان كده. طيب اخزن القلقاس ازاي ويفضل مزهزه وزي ما هو، ولا يطرى ولا يدبل ولا يحصل اي مشكله؟ عندي اربع قلقاسات، خمس قلقاسات براحتك خالص، وانا بفضل تجيبوا قلقاسه كبيره واحده وهقول لكم ليه. زيت للقلي وكياس تخزين، كياس بلاستيك، انا حتى جبت اكياس البلاستيك اللي موجوده في اي بيت مصري اصيل، يعني ما رضيتش اجيب الغاليه اللي هي الباكت بيكون مش عارفه بكام و50 جنيه، مالها كياس السندوتشات؟ طالما له القلقاس برد يبقى اقدر اخزنه في اي بلاستيك عادي جدا. طيب بس كده خلاص، تعالوا بقى نبتدي نشوف نلبس الجوانتي، نبتدي نشوف هنعمل ايه. بص القلقاس انا دلوقتي مثلا شفت الحلقه اتفرجت وعايزه اقوم اعمل قلقاس او هنزل اشتري قلقاسه حلو. اولا لما تيجي تشتري قلقاسه اشتري القلقاسه المدوره زي الكوره، ما تشتريش اللي هي واخده يعني الشيب بتاعها او الشكل بتاعها مش مظبوط، اشتري قلقاسه تبقى مقلبزه كده ومدوره، دي رقم واحد. رقم اتنين يكون الحرف بتاعها من فوق لونه روز، لونه قريب للفوشيا. تاني حاجه القلقاس فيه ذكر وانثى، على فكره يمكن دي ممكن تستغربوها، دايما هاتوا القلقاسه النتايه. طب اعرف منين القلقاسه النتايه من الذكر؟ بيكون فيها زي حبيبات كده صغيره، اعرفي ان دي القلقاسه البنوته، تمام؟ ايه تاني؟ القلقاس ما بيتغسلش عشان ما نتخانقش، القلقاس ما بيتغسلش. هتقولوا لي لا ده بيلزق، ده بيمزلق، ده بيزفرق، لا مفيش، والله ما بيتغسل. بعمل خطوه واحده هتشوفوها دلوقتي هتضيع اي زفاره قلقاس. طيب بصوا تعالوا نسمي بالله كده، وعندي وصفه تانية حلويات من الزمن الجميل هتعجبكم جدا ان شاء الله. طيب بصوا بقى، سمي بالله كده وتقولي ادي عندي القلقاس. ويفضل لما تيجي تعملي القلقاس تشتري للطبخه قلقاسه واحده. ليه؟ كل قلقاسه ليها درجه سوى، يعني انت مثلا لو هتعملي طبخه كبيره لا نقي قلقاسه مقلبزه كده وحلوه عشان تستوي كلها بنفس ايه المده، ما اروحش اجيب قلقاسه كبيره وقلقاسه صغيره وقلقاسه وسط يبقى عندي في الحله حبه مستويين وحبه مش مستويين. فخدوا بالكم برده من الحاجات البسيطه دي. طيب انا قطعت القلقاس بسكينه ناشفه جدا جدا. طب انتوا شايفين الشكل عندي عامل ازاي؟ مفيش اي تلزيقه ولا في اي حاجه. زياده احتياط عشان الناس اللي بتحبش الماده المخاطيه كده اللي موجوده في القلقاس. هعمل ايه؟ عصير ليمونتين حلوين او ليمونه ونص، ليمون ده كبير فانا ممكن استخدم ليمونه ونص، وبعمل كده وبسيبه مثلا 5 دقائق 10 دقائق مش اكتر من كده. انا طبعا ايه مش هعرف اسيبه المده دي، لكن انتوا في البيت سيبوه 10 دقائق، ربع ساعه هيبقى معاكي زي الفل. شايفين لونه حلو ازاي؟ يا ريهام صباح الهنا. صباح النور. صباح السعاده. عامله ايه حضرتك؟ بخير والله، طول ما انا سامعه صوتكم بخير. ممكن انت حضرتك عامله ايه؟ والله منوره القناه. يا رب يكرمك، انت اللي منوره الدنيا كلها بصوتك الحلو ده. بتحبي القلقاس قولي لي ولا لا؟ لا والله ما بحبوش. ما بتحبوش؟ لا. طب انا هقول لك على موقف واحنا شغالين كده، يعني اتفرجي على الحلقه للاخر هحكي لك موقف بخصوص ان انا ما كنتش بحب القلقاس ده، وهتغيري رايك والله. بقول لحضرتك عايزه ثلاثة كيك بالشوكولاته. عينيا حالا دلوقتي اقولها لك على طول. صباحك هنا وسعاده يا عمر.
شايفين انا بعمل ايه؟ بنشف اي ما عملش حاجه غير ان انا حطيت القلقاس بعد ما اتقطع بسكينه ناشفه جدا. ويفضل وانت كمان بتقطعي القلقاس السكينه تبقى تنشف معاكي، يعني مثلا لو لقيتيها يعني فيها شويه ماده لزجه امسحيها بفوطه نظيفه او مناديل، يفضل وتربي المنديل وابتدي كملي تقطيع. مش عايزه اي ميه خالص وانا بقطع. بعمل كده عندي اهو، شايفين الجمال؟ انا هاخد شويه كمان من ده، معلش يعني ده بتاع التفريز مش مشكله. شويه الليمون اهو، الليمون ده بقى شايفين والله الاقي مع البلوزه يا هي موف وهو بينك في ماتشنج في الموضوع. طيب تعالى نشيل البكره كده ونشوف هنعمل ايه. طيب ادي الحاج والقاس اهو اتنشف وبقى زي السكر وزي الفل. اقدر اخزنه كده؟ ينفع، بس انا عندي طريقه تخزين طلعه احلى واحلى واحلى، يعني دي تمام مفيش فيها مشكله. لكن الطريقه الثانيه اللي بقول لكم عليها دي واخداها من صديقه ليا، يعني سوسه قوي في موضوع القلقاس ده، هي بتعمله حلو قوي وبناكله دايما عندها في غير الموسم. فسالتها قلت لها ما فيش قلقاس في السوق، انت جبتي قلقاس من؟ قالت لي لا ده انا بخزنه بقى بطريقه حلوه جدا. طيب ادي المرقه عندي بتغلي سخنه، يعني مش سخنه بتغلي، يعني غليت وانا هديت النار شويه عشان ايه انزل بالقلقاس. بياخد وقت قد ايه عندي على النار؟ 15 دقيقه بالكتير قوي 20 دقيقه المكعبات تكون بنفس الشكل. خلاص مش بغسله ولا بشطفه بعد الليمون، بس ببتدي ان انا انشفه كويس قوي من اي ليمون. شايفين الجمال؟ اكل مصري حلو كده بتاعنا. على فكره والله الناس بتيجي من كل حته عشان تاكل الاكل الحلو بتاعنا ده، يعني اي حتى جنسيه تلاقيهم لا ينزلوا على طول بقى على الحسين والاماكن اللي هي الشعبي الحلوه دي ياكلوا الاكل بتاعنا. فاحنا عايزين برضو ايه، حتى لو انتم مش قادرين تنزلوا احنا جبنا لكم الاكل المصري الحلو بتاعنا لحد ايه تلفزيون بيتكم اهو. بنزل كده بسم الله. جميل. هو الجو لسه ما بردش قوي على فكره يعني، بس احنا ايه اول كده ما الدنيا تغيم روح انزل جري هات القلقاس. طيب الموقف اللي كنت بقول لكم عليه بتاع القلقاس، انا طول حياتي ما باكلش القلقاس ده، احس ان هو ولا هو بطاطس ولا هو ملوخيه، حاجه كده يعني انا بالنسبه لي ما كنتش فاهماها. وجيت في مره طبخته، يعني طلب مني فطبخته، هعمل ايه بقى مضطره. فريحته كانت حلوه وانا بحب الكزبره، فروحت عامله قلت طب انا كنت عامله رز واحده واحده حبايه وحبايه، وابتديت ان انا اخد معلقه على الرز ايه ابو حبايه وحبايه ده، وخدت معلقه. عارفين اللي هو ايه، في صدمه حصلت، هو ايه ده، هو انا ازاي كان تايه عني فين؟ يعني انا ازاي بعد العمر ده كله، مش عمري ده كله مش كبير قوي برده، يعني ما اكلتش القلقاس. فكلته بقى الحب الحب، عارفين بقيت بعشقه واستنى من السنه للسنه عشان اكل القلقاس. طيب انا عليت النار عندي هغطيه واسيبه بقى يعيش مع نفسه ربع ساعه 10 دقايق على ما نشوف الخطوه اللي بعدها. في ناس بتعمل القلقاس بالدمعه او بالطماطم، يعني حلو مفيش عندي اي اعتراض، بس انا بالنسبه لي القلقاس المصري هو القلقاس الاخضر. تمام، يعني انا حتى عندي الولاد في البيت لما باجي مثلا اعمل قلقاس يقولوا لي ايه هو ايه ده، اقول لهم ده بطاطس بالملوخيه، والله ما بي ايه، هو الحمد لله مش هم مش سامعيني دلوقتي وان شاء الله مش هيشوفوا الحلقه برده. قلقاس قلقاس بطاطس بالملوخيه وبياكلوها، انا لو قلت لهم قلقاس هتبقى كارثه. فانت لو برده الولاد ما بتاكلوش قولي لهم نفس القصه دي. تعالوا بقى نشوف اعمل نعدل كده الجوانتي واعمل السلق ازاي. طيب يا استاذ احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وزوراكم بكل خير وكل أوقاتكم وفريق العمل الجنود المجهولين. الله طبعا ده هم الخير والبركة والله. وحضراتكم منورين الشاشة وامتعتم وتمتعون وستمتعون جمهوركم ومشاهديكم. الله يكرمك ربنا يخليك ويديك الصحة، دايما حضرتك تكلمنا كده تنورنا. شكرا جزيلا مع حضرتكم أحمد عروق أرض الجنة غرب شبرا. نورتني يا أستاذ أحمد وأحلى تحية لأهل شبرا الخيمة كلها. طيب بصوا بقى ده السلق، السلق ده بيبقى قريب شويه من شكل السبانخ، موجود في اي سوق خضار وموجود في اي سوبر ماركت كبير في قسم الورقيات هتلاقوه بكل سهوله. وعندي الكزبره اهو، حطيت ايه شفتوا الاطار ده هنشيله هنتعامل. لكيلو قلقاس هاخد حزمه ونص من الكزبره وحزمه ونص من السلق، المقدار اختياري بس انا بديك المقدار اللي يديكي لون وشكل حلو وطعم كمان حلو. طيب هعمل كده، يبقى حطيت ايه شويه ميه حوالي نص كوبايه وحطيت كمان الكزبره والسلق، بضربهم كده مع بعض كويس.
تمام كده اتضرب عندي، انا ما نزلتش بالكميه كلها بتاعت الكزبره عشان الخلاط معايا يلف. ادي بقيه الكزبره. في ناس على فكره كمان بتحط شبت، حلو حط اللي انتوا حابينه، اي طعم في الاخر انت عايزه توصلي له حطيه براحتك خالص بدون ما تقلقي ان هو يحصل فيه مشكله او يبوظ او كده، لا حسب ما انت بتحبي حطي اللي انت عايزاه في الخلاط. خلاص انا عندي كده اتضرب وتمام التمام، لونه وريحته مع ان هو لسه ما نزلش على النار بس ريحته حلوه قوي قوي. القلقاس من الاكلات اللي بجد فايتكم كتير، انا كان فايتني كتير والله لما كنتش باكلها، فيعني ايه جمدوا قلبكم كده وجربوا حتى في كميه في قلقاسيه نونو كده صغننه تطلع معاكم زي السكر. طيب يا حاجه فايزه، يا صباح الفل على السكر، صباح الهنا والسعاده. عامله ايه يا ستوته؟ بخير والله يا حبيبه قلبي. حضرتك بقى اتصلتي في الوقت المناسب عشان اعرف منك انا ماشيه صح ولا غلط. والله تسلمي، ده احنا بنتعلم من حضرتك. لا يا حبيبتي انتوا الخير والله، بنتعلم يعني احنا كبار في السن بس بنتعلم من حضرتك يا حبيبه قلبي. والله انتوا الخير والبركه والاصل. تسلم ايدك وعينك. يسلم عمرك وعيونك، ربنا يبارك فيك يا بنتي. الله يكرم اصلك حبيبتي. بقول لحضرتك يا شفتوت عيوني، انا خليت ليمون بس طلع هو مستوي وطعمه حلو تمام وحلو بس في سنه مراره. في سنه مراره. طب الملح ضبطه كميته مظبوط؟ والله الملح انا عامله بملح خشن وهو طعمه حلو بس تحس ان في مراره، في سنه كده. مراره. طب هقول لك على حاجه كويسه، زودي شويه ميه صغيرين بنقطه خل ونقطه سكر، يعني رشه خل ورشه سكر بس الميه تكون مغليه. طيب تمام، هتظبط معاكي ان شاء الله وتطلع زي الفل. تسلم ايديكي. يسلم عمرك، الله يخليكي، صباحك هنا وسعاده. المراره يعني دايما اي مخلات لما تلاقي فيها مراره او تحس ان هي عملت ريم يبقى كميه الملح فيها مشكله، فممكن يكون الملح مثلا ساعات الواحد بيخونه ايده كميزان، يعني هو المفروض ان كوبايه الميه بتاخد معلقه كبيره من الملح الخشن مش الناعم، فممكن يكون ده سبب. انا مثلا استخدمت ملح ناعم، كميه الملح قلت مني شويه مش على المقدار بتاع الميه، فوارد عادي ان شاء الله تحطي رشه السكر البسيطه وشويه الخل، السكر مع الخل يظبطوا شويه موضوع المراره باذن الله. طيب انا بعمل ايه؟ اهو بصفي اللي انا عملته. الريحه يا جماعه، الريحه مش ممكن مهما اوصف لكم حلاوتها مفيش حاجه يعني توصف الريحه الحلوه اللي عندي دي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا بقى، تعالوا بس نشيل الخلاط ده كده عشان ايه؟ لخمني عشان نفضي مكان. بصوا بقى، انا عندي هنا القلقاس لسه يا دوبك يعني هيغلي تمام؟ اهو لسه مغليش بس هو كده كده القلقاس ما بياخدش وقت خالص، ربع ساعه بكتير وبيبقى عندي زي الفل. عندي بقى ركزوا معايا، عندي حله هنا فيها كميه سمنه للاسف كتير، بس احنا مش عاملين اكله صحيه تماما، انا اروح كده عشان ايه ما اخرجش كلي منقطه اهو، بس بديله اهو بعمل كده تمام، واروح نازله يا دوبك تشويحه مش عايزاه يغمق، واروح نازله بايه؟ بالحاجات الحلوه دي، بالسلق مع الكزبره. نعمل كده، نشيل بس الحاجات دي وهفضل اشوح في الكلام ده لحد ما اسمع صوت حاجه بتخرفش، حاجه ايه يعني تعمل تشك تشك كده ان هو يبقى خلاص اتحمر. حطيت ايه؟ توم، وحطيت السلق اللي هو اللي صفيته، وهفضل اقلي فيه على النار تكون وسط مش عاليه قوي لحد ما اسمع صوت الشكشكه. هنزل بايه دلوقتي؟ كمان هنزل بالكزبره وشويه من الملح اهو، واسيبه بقى مع نفسه يعيش يكمل شكشكه، واخد في المرحله دي اخد الميه اللي نزلت عندي من التصفيه يجي اللون يتدلع بقى يا حلاوه دلوقتي. الله، شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ والله ما في احلى من الاكل المصري بتاعنا. انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ وانزل كمان باللحمه المسلوقه، اللحمه عندي بسلقها سوا كامل، يعني انا مش بنزل بيها نص سوا ولا تلات اربع سوا، لازم انزل بيها السوا كامل عشان تبقى مظبوطه معايا اهي. بس انا مش عايزه ايه؟ يا استاذه سناء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك حبيبه قلبي، عامله ايه؟
يا رب يخليك. ازاي حضرتك عامله ايه؟ بخير وعامله، والقاس يستاهل بقك والله. بألف هنا يا رب يخليك. ياسمين بنتي عايزه حضرتك الصغيره تكلمي. يا روحي دياني طبعا. اتفضلي. ياسمين اسمها ياسمين؟ الو. ايوه ازيك يا قمر؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ قولي لي انت اسمك ايه؟ حبيبه. حبيبه انا بحب الاسم ده قوي على فكره. انا بحب الاسم ده قوي. وانا بحبك. وانا بموت فيكي حبيبتي الجميل. والله العظيم انتي اللي قمر وسكر، ويا رب كده نشوفك وماما تشوفك احلى واحده في الدنيا. يا رب يكرمك يا سكر. انا بحبك. انا كمان بحبك قوي. اتفضلي ماما. معاكي يا روح قلبي. معلش لحظه، ممكن بس يوسف يكلم حضرتك؟ طبعا اي حد جنبك اديوني على طول. قول الو يا يوسف. الو يا يوسف. ايه ازيك يا حبيبي؟ احمد ده. عامل ايه؟ انا عايزه اشيلك برضو. ايه يا روحي؟ ازي حضرتك يا روحي؟ انا والله بحبكم قد الدنيا، ربنا يخليكم ليا كده، وحبايبي الصغنانين دول بيكلموني بقوا والله يعني ما تتخيلوا فرحتي بيهم. قبل ما اخد الفاصل، انا عندي اللون هنا يعني دلع بقى، اللون حلو قوي، بس هو لسه القلقاس عايز يكمل سوا. فانا حطيت اللحمه ليه؟ عشان كمان اللحمه تتشرب معايا من الخلطه بتاعه القلقاس. قبل ما اخد الفاصل هعمل خطوه واحده اللي هي ايه؟ ازاي اخزن القلقاس. بصوا بقى، انا بقلي القلقاس زي البطاطس بالظبط، واسيبه يبرد تماما واخزنه. وسمي بالله وجربي بقى الطريقه دي، هتستغني عن اي طريقه جربتيها قبل كده تخزين القلقاس. قلي في زيت غزير زي ما انا هعمل دلوقتي، الزيت طبعا سخن عندي. هروح واخده القلقاس بتاعي بعد ما عملت فيه خطوه الليمون ونشفته كويس جدا، ولا غسلته ولا نقعته ولا عملت اي حاجه، واروح نازله بيه عندي في زيت سخن زي الصوت ده كده اهو. احنا لو في البيت طبعا ايه، تيك على طول كده نروح ماسكينه ايه هلا بيلا، بنسمي وبنشتغل على طول. يبقى عملنا ايه في القلقاس؟ عملنا القلقاس عندي اللي بالسلق والريحه تجنن عندي، وعملنا كمان ازاي تخزني القلقاس يقعد معاكي من السنه للسنه. انا ما بقليهوش قلي كامل، يعني انا ما بطلعوش مستوي ودايب، لا انا يا دوبك بنزله 5 دقايق بالكثير، احسبها على الساعه اللي في ايدي واروح مطلعاه يتصفى تماما في مصفى او على ورق زبده، وابتدي ان انا اكمل بعد كده يبرد تمام واشيله بقى في الاكياس. فانا هكمل قلي القلقاس وان شاء الله اطلعه واوريه لكم، اوريكم شكله. انا هسيب ده دلوقتي هروح لكم، بس هنا لازم ان انا افضل اقلب فيه طول ما انا واقفه عشان ينشف خالص، ما يكونش فيه اي ميه. درجه اللي هو السلق والكزبره بعد ما تصفوا، درجه لون القلقاس في الاخر، في ناس تحب القلقاس يبقى مسود يبقى غامق جدا، يبقى الحاجات الحلوه اللي عندي دي هتحمريها لحد ما تغمق جدا. انا الناس اللي بحب القلقاس لونه وسط، ولا هو غامق جدا ولا هو اخضر ملوخيه، يعني وسط. فبالنسبه لي مش هتك قوي على تشويح الخلطه الحلوه دي، السلق والكزبره بعد ما تصفوا مع الثوم والكزبره الناشفه، اخدهم خليهم ايه يعني اخضر بس مش غامق قوي مش فاتح قوي. فانا هكمل في الفاصل الخطوه دي ونرجع مع بعض نشوف بقى الوصفه الحلوه اللي عندي النهارده. فاصل نرجع لكم تاني. رجعت لكم بعد الفاصل والريحه مش قادره اقول لكم، وعرفت الحله دي في الاخر هتروح فين. هناكلها انا وبسمه ودعاء وعم عصام. لازم الحله دي سبيشال اوردر بقى. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا عندي لسه النار هاديه شويتين ثلاثه، انا دايما النار ايه يعني كسفاني كده، بس انا مكمله معاكم مفيش مشكله، حتى لو دخلنا في البارت الثالث ولسه السلق ما خرفش لاني لازم اسمع صوت. بصوا انا كده مش سامعه حاجه، سامعه حاجه بتتقلب طريه لسه في شويه سوائل، فانا هسيبه مع نفسه يخرفش بقى ويظبط، عشان ايه ما نبقاش عزمنا الناس على الفاضي ويطلع في الاخر مش حلو. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا عندي سلق شغاله وزي الفل. القلقاس بقى اهو انا هديت النار شويه عشان مش عايزه كنتش عايزه اطلعه من غيركم، يعني عايزه مش عايزه اطلعه وانتم مش شايفينه. بصوا عندي الشكل يقعد عندك من السنه للسنه، ولو عندك كيس طلع فيه مشكله كلميني ابعتي لي هاكله، حلو جدا ولا بيحصل فيه اي مشكله. اهو شايفين اهو زي الفل. هروح مطلعه عندي في مصفى ورقه زبده، ما بفضلش قوي مناديل مطبخ، لا يعني مصفى او ورقه زبده هتبقى افضل، واسيبه بقى يبرد تماما، وابتدي بعد كده اشيله في اكياس الثلاجه العاديه الرخيصه اللي موجوده عند اي حد او اي ست مصريه، مش لازم اروح اجيب الغالي. اهم حاجه ان انا ما احطش القلقاس سخن ابدا ابدا في كيس بلاستيك. تمام اهو الريحه حلوه قوي 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 اهو. يلا بينا اخر كام كبشه كده واطلعها وخلاص، ونقفل بقى النار
ونسيب عشان الوصفه الجايه عندي محتاجه ضروري ضروري اوريكم حلاوتها وجمالها. يلا بينا. خلاص خلاص انا كده بالنسبه لي تمام. نقفل بقى النار. يلا نروح بقى كده هنا. بسم الله. هسيبه يبرد خالص بقى. هبقى نشوف الوصفه الجايه. الوصفه الجايه دي هتغير مفهومكم تماما عن البليله. هنعمل بليله اكله مصريه اصيله شعبيه رخيصه، بس انا عملت عليها شويه اضافات ممكن تكون علت التكلفه، لكن مش عايزه اعمل حاجه تقليديه، عايزه اعمل حاجه تبقى صنف حلويات معتبر بشويه بليله. طيب تعالوا نسمي بالله، وابتدى السلق اهو يبتدي يخرفش. عندي البليله، طبعا عندي قمح مسلوق، اي كميه عندك، اي كميه عندك اسلقيها. عندي كوبايه من ميه سلق البليله او كوبايه ميه. عندي لتر من اللبن الحليب، عندي نص كوبايه من النشا، نص كوبايه من السكر، كوبايه حليب مكثف محلى عاملينه على ايدينا في البيت وهنعمله ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه الصوصات والمصنعات. عندي نص كوبايه جوز هند، نص كوبايه تمر، نص كوبايه زبيب، بندق محمص مجروش او فول سوداني، ومعلقه صغيره من الفانيليا وقشطه بلدي وعسل ابيض وبس كده، ما عنديش حاجه تانية. تعالوا بسرعه نشتغل في الوصفه عشان دي مدلعه على الاخر. شفتوا حد دلع البليله الدلع ده؟ عندي لتر من اللبن الحليب، وعندي الميه بتاعت ايه سلق البليله حوالي مثلا ايه المكتوب عندنا قد ايه، حوالي مثلا كوبايه، مثلا كوبايه الا ربع على حسب، بس ما النشا تفك معايا. ادي النشا بتاعتنا بقلبها في ميه سلق البليله. خدوا بالكم انا ما اتكتش على ال حاضر ما بلتش، ما بقول لكم ما بلتش، ما سلقتش البليله عندي، ما اتكتش عليها قوي، فالميه كانت فاتحه شويه او ما نزلش نشا بزياده، فانا زودت نشا من بره. لو حسيتي ان البليله ساعه ما اتسلقت بالفعل فيها كميه نشا كتير تظبط القوام، خلاص ما تحطيش خطوه النشا دي. اهو يلا بينا هنا. يبقى حطيت اللبن الحليب وحطيت الميه بالنشا، واكمل باقي باقي المكونات. عندي اهو القمح المسلوق الحلو بتاعنا. الوصفه دي بقى في ليالي الشتاء القارصه او الشتاء التلج قوي، يعني مج زي ده هتلاقي قمتي فكيتي ستاير الشقه، عندك طاقه بقى وباور مش قادره اقول لكم. يبقى حطيت عندي الميه والنشا والقمح، واكمل باقي بقى المزيج كلها مع بعض. والسلقه عندي شغال زي الفل. عندي ايه بقى؟ بص عندي كوبايه حليب مكثف، ممكن اخد الحاجه ده كهلابله كده ايه بدل ما نفضل رايحين جايين. عندي السكر وقرفه، زودت قرفه، القرفه مش مكتوبه عندكم في المقادير لكن انا زودتها قبل ما ندخل الهواء على طول. اه لو انتوا حابينها، ان انا بحب جدا، انا بحبها قوي قوي. فانيليا وشويه من القرفه مش كتير. ونحط ايه؟ تمر. شوفوا احنا بنعلي ازاي القيمه الغذائيه بتاعت شويه البليله المتعارف عليها. وزبيب. اه نعمل حاجه تبقى مدلعه كده وايه متمونه بالظبط، يعني لو اديتي الولاد كده هم نازلين الصبح مج من الخلطه دي، مش لازم اي مكسرات، يعني مش لازم تحطي مكسرات غاليه، اي حاجه فايده عندك شويه مكسرات في باب الثلاجه حطي منها مفيش مشكله، بس عشان عمال يشكشك ده. وادي الحليب المكثف هنعمله ان شاء الله الاسبوع الجاي مع بعض. والسكر ما شاء الله كميه عندي، يعني حله محترمه، فزودت كميه السكر والحليب المكثف فيه سكر، فلو انت سكرك مش عالي حاولي تظبطي بقى المقدار. انت ايه تدوقي الاول، يعني ما تحطيش الكميه كلها، لا استني دوقي وبعد كده زودي كميه السكر. طيب عندي ايه تاني؟ سلق شغال ريحته قلبه الدنيا. تعالى كمان نشيل ده ونشوف بقى البليله المدلعه بتاعتي اهو. طب انتوا بصوا اصلا اللون من قبل ما تغلي والنشا يربط، لا حلوه تستاهل ان انتوا تجربوا. هي لسه طبعا هتربط عندي في مكسرات وفي قرفه وفي فانيليا وفي شويه اضافات هتخلي الطعم في الاخر حلو. طيب بصوا عندي السلق اهو شغال، شايفين ابتدى ايه اهو ابتدى اسمع صوته اغماء، بس لسه شويه عشان برضو شايفين في شويه ميه عندي، لا انا مش عايزه الميه دي. طب القلقاسه بتاعتي هنا اخبارها ايه؟ اللون هايل، انا بالنسبه لي اللون ده كده حلو جدا. طب تعالوا نشوف القلقاسه اهي، نشوف كده ان شاء الله تكون ايه، لا لسه شويه اهي، شايفين هي دخلت المعلقه لكن لسه لا، القلقاسه لازم تبقى دايبه عشان
تتاكل كده مع الرز على طول من غير ما نقعد يعني نندق، هو على طول بتتاكل كده بالمعلقه بتبقى خطيره. انا مستنيه عندي القلقاس يكمل بس سوا واللحمه كمان تتشرب، ومستنيه كمان ان الخلطه بتاعتي هنا دي تبتدي تربط. انا مش عايزاها تتقل تبقى مهلبيه، عشان كده ما زودناش كميه النشا، ان انا حاطه كوبايه حليب مكثف وحاطه كوبايه لتر من الحليب وحوالي كوبايه من الميه مع النشا. يا امنيه صباح الفل. ازيك يا سيف، عامله ايه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا بقالي كتير قوي ما بكلمكيش عشان ماما كانت تعبانه، بس انا زعلانه قوي عشان بقالي كتير ما بكلمكيش. الف سلامه عليها. طب طمنيني على صحتها دلوقتي عامله ايه؟ لسه هتعمل عمليه، تعولها يا بقى. يا حبيبتي بطلب من كل الناس اللي بتتفرج عليا تدعي لمامة امنيه يا رب تقوم بافضل صحه وافضل حال وما تشوفيش فيها اي حاجه وحشه. حبيبه قلبي يا امنيه، يعني زعلتيني والله، ويا رب ان شاء الله نطمن على ماما تبقى زي الفل. اهو مش هنستنى ده يا استاذ ياسر؟ طيب ماشي. بص انا مستنيه عندي بس ده يبتدي يعني اسمع صوته شويه، مستنيه دي تغلي حاجه بسيطه وهقدمها معاكم على طول اول ما نرجع من الفاصل. جاي فاصل ونرجع لكم من تاني. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، والسلقه عندي لسه شغاله على النار بس ابتدى يخرفش شويه، او ابتدى ان هو ايه الميه بتاعته تنشف، فانا مهديه النار او النار وسط وسايباه على مهله وغطيت على القلايف عشان يكمل سوا وقدمت البليله. طيب اكلاتنا النهارده نشويات صريحه وسكريات صريحه، وهتبقى مشكله او تبقى يعني مشكله كبيره جدا للناس اللي عايزه تمشي على نظام غذائي صحي، يعني ظلم الاكلات دي هتبقى كارثه كبيره وهتبقى مشكله ومش هيعرفوا ياكلوا منها. طب ازاي ياكلوا منها في نفس الوقت وزنهم ينزل ويقدروا يدوقوا البليله والقلقاس والحاجات الحلوه بتاعتنا النهارده؟ كل ده هنعرفه من حبيبه قلبي اللي منوراني وضيفتي الجميله نهايه الحافظ خبير التغذيه. طبعا اهلا بيك. ازيك عامله ايه؟ مصممه تخنينة. يعني شوفي بس انت ايه، حماتك بتحبك يعني زي ما بنقوله، وطلع كمان بتحب القلقاس على فكره جدا، ودي ميزه والله انا ما كنت اعرف يعني ايه قلب الام بقى. يعني انا المنيو جه كده والله، بس هي طلعت الحمد لله سالتها قبل ما ندخل بتحبي الرز، قالت لي جدا. شوفي عملت إيه؟ ماتشنج كده في اللبس يعني، ويا ريتني كنت لبست اخضر. تتعوض ان شاء الله الحلقه الجايه. قولي لي بقى ازاي ناكل من الاكل ده وما تقوليليش ممنوع اكل رز وممنوع اكل بليله ولسه هحط قشطه كمان، فالموضوع عندي فيه سعرات كتير. تمام حلو قوي. بصي طبعا احنا دايما مبدانا ان احنا ازاي نوزن الامور، يعني احنا ممكن ناكل كل الاكل احنا بنحبه بس ننظم يا جماعه العمليه شويه. يعني ايه؟ يعني هناكل عادي من اكل البيت بس محتاج شويه تنظيم. لو انا حاجه زي القلقاس، حاجه فيها نسبه يعني حاجه اللي فيها نشويات عاليه وفيها الياف عاليه بس يعني بتعلي سكر الدم بسرعه، طب انا هعمل ايه في حاجه زي كده؟ لازم ابقى ماشيه على قواعد، ودايما انا بقول لكم لازم قواعد معينه. اول حاجه ان احنا نبدا الاول يومنا بباكت الاناسيريم قبل الوجبه بنص ساعه او ساعه، بحيث ان الاناسيريم هينفش في المعده يعني هيملى نص المعده، فهيخلينا ناكل بكميات قليله. ده اول حاجه. وبعد باكت الاناسيريم هناخد كوبايتين ميه، وبعد كده يا سلام لو في مثلا طبق شوربه ناخد منه معلقتين ثلاثه، تبقى منزوعه الدسم طبعا. وناخد طبق السطر دايما بتكلم عنه. وبعد كده بقى نبدا، لو انا بقى خدت باكت الاناسيريم وشربت الشوربه وكوبايتين ميه وكلت اخش على القلقاس بقلب، ان هتلاقيني باكل منه كميه قليله. انا ما حرمتش نفسي وفي نفس الوقت كلت نفسي فيه بس بكميات معينه، يعني القلقاس هنقدر كده ناكل منه كل يوم لو احنا مشينا بالطريقه دي. لا يعني ينفع ياكل قلقاس كل يوم لو حد مدمن قلقاس او بيحبه؟ بس القلقاس هناخد معاه بقى بروتين لحمه او فراخ، لازم ده ضروري جدا. ابدا اعمله ان انا احط فيه السلق واحط فيه كزبره، احطه فيه توم فريش. لو انا مشيت بالطريقه دي هاكل منه كل يوم، انا هاكل منه كميه صغيره مع البروتين، فالموضوع هيبقى احسن. مع طبق السلطه طبعا، مع كورس الاناسيريم اللي هو كلمه السر في التحكم في الكميات والشهيه، هتلاقيني باكل منه كميه قليله. فساعتها الموضوع هيبقى ايه؟ هيبقى باكل نفسي فيه مش حارمه نفسي، وفي نفس الوقت كميات قليله. انا ما بقولش ان احنا نمنع، لان ده انا بعودك على اسلوب حياه صحي. عشان اتعود على هيلث لايف ستايل يبقى لازم انا اكون بوزن الامور بتاعتي او بظبط كميات الاكل، باكل الثلاث وجبات اليوميه بتاعتي مع السناك اللي بين الوجبات. بس كل ده محتاج طبعا حاجه تسد الشهيه معانا. هنا بقى بيجي دور الاناسيريم في سد الشهيه وتقليل الكميات. يعني هناكل قلقاس ونحلي بالبليله؟ لا البليله بقى دي موضوع تاني. لا بليله لا البليله موضوع تاني. يعني البليله بتاعت النهارده انا نفسي بس الناس تتعامل مع البليله ان هو مش حاجه حلوه. البليله يا جماعه دي وجبه متكامله
ممكن تبقى وجبه فطار، او ممكن لو هناخدها على وقت الظهر فممكن تبقى بديل لوجبه الغداء، ونبدا نتغدى بقى الساعه 6 او 7 بالليل بالكتير. يعني البليله الطاجن ده ممكن يبقى بديل وجبه الغداء، بديل وجبه فطار. ممكن لو خدناها وقت الغداء ممكن نخلي الغداء يبقى الساعه 6 او 7. بس البليله مثلا اللي احنا عاملينها النهارده بقى مدلعه، مدلعه على الاخر يعني. سكر بقى ونشا وعسل ابيض، وعسل ابيض ودهون، وما شاء الله عليكي بلح يعني وقشطه. فاحنا كميه يعني كميه سكر داخل الجسم يعلي المؤشر السكري في ثانيه. هم هياكلوا كميه صغيره، ما هو بقى مثلاً. احنا بصي هم هياكلوا كميه صغيره، بس احنا ممكن يعني الطبق ده هيبقى حلو لو حد رياضي او طفل او حد بيعمل مجهود. انما لو واحده بقى ست بيت كده قاعده متدلعه في البيت كده شغلها على قدها، حركتها قليله، بقى تاخد الطاجن على حجرها كده، تاخد الطاجن وان شاء الله ايه اللبس مش هيدخل فيه وتنطلق. طب يعني هي هتاكل عادي حتى لو يعني ربة منزل او ست بيت عادي خالص، هتاخد منه معلقتين على قد نفسها. هتاخد منه معلقتين بس بعد ايه، احنا لازم نتفق مع الناس ان احنا قلنا الحلو بيتاخد بعد وجبه الغداء بنص ساعه او ساعه بالكتير. ده مهم جدا. نعيد النقطه دي تاني. السكريات الحاجه الحلوه هناكلها لو احنا قاعدين في كافيه او في البيت او في اي مناسبه، بس هتبقى من مرتين تلاته في الاسبوع بالكتير، مش اكتر من كده، ما يبقاش اللي هو كل يوم. وتبقى ليها وقت، الوقت بتاعها بعد يعني من نص ساعه لساعه بعد وجبه الغداء. ليه؟ عشان هبقى واخد باكت الاناسيليوم، هبقى واخد طبق السلطه، هبقى واخد الوجبه بتاعتي اللي فيها بروتينات. فلما اجي بعد نص ساعه او ساعه من وجبه الغداء، اول حاجه مش هبقى جعانه قوي، تمام. تاني حاجه هيبقى في وجبه صحيه في معدتي، فحاجه مؤشرها السكري عالي جدا زي البليله هناخدها مع حاجه مؤشرها السكري قليل زي الوجبه الصحيه اللي انا اكلتها، فهيبدا يدخلته مع بعض، يحصل حاجه اسمها ميكس ميل، فيبدا المؤشر السكر بتاعي يبقى منخفض، مش هيعلي سكر الدم بسرعه، مش هيخليني اجوع بسرعه، وده اللي احنا عاوزينه. احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا عاوزين نحافظ على مستويات السكر والطاقه اللي في جسمنا، ان احنا مش عاوزين نعلي سكر الدم مره واحده يضرب في الجسم. طب انا اعمل ايه؟ لازم اكل وجبه صحيه. طب انا مش قادر اكل وجبه صحيه، فباخد الياف الاناسيليم عشان تقلل كميات اكل. طب انا نفسي في الحلو، مفيش مشكله معانا مع اون تارجت فارما، هتاكلي الحلو بس بعد نص ساعه او ساعه من وجبه الغداء. يعني ما بيبقاش مرفوض، اصل عارفه دايما الحلويات لا ما بيبقاش مرفوض، ازمه في اي نظام غذائي، فالموضوع هنا مختلف ان في حلويات هتتاكل. ايوه ما هي ده اصل احنا قلنا في اون تارجت شعارنا ان احنا ازاي نمشي على اسلوب حياه صحي طول حياتك، فانا بعودك على اسلوب هيلثي لايف ستايل، مش فكره منتج، مش فكره نظام غذائي، مش فتره، مش فتره مؤقته. انا الدايت بالنسبه لي طول العمر، عشان يبقى طول العمر فانا لازم اقول لك حاجات لوجيك. ما ينفعش اقول لك ممنوع ممنوع ممنوع، لا مش هتسمعي كلامي، لكن لما اقول لك كلي كل حاجه بس بكميات معينه، وفي نفس الوقت هدخل لك كورس زي الاناسيليوم يعني يقلل الكميات، يحجم الشهيه ويقلل الكميات ويصغر حجم المعده ويعمل لك عمليه تكميم مؤقت بالياف طبيعيه، فهنا بقى هيبقى الموضوع اسهل. ولما حتى حدد لك امتى ناكل الحلو وامتى ناكل النشويات، ويا ريت كمان النشويات لما نيجي ناكلها تكون معقده، اللي هي تبقى ايه؟ تبقى مثلا رز بني، بطاطس بقشرها، اي حاجه بقشرها او اي نشويات تبقى معقده او اي لون بني زي الرز البني او المكرونه البني، طبعا اول حاجه بيبقى الموضوع بالنسبه لنا بتعلي سكر الدم تدريجيا، او يعني مش مره واحده، مش مره واحده زي الدي الابيض والحاجات اللي هي، ولازم قبليها طبعا باكت الاناسيليم، لان باكت الاناسيليم مش بس وظيفته ان هو يسد الشهيه زي ما الناس فاهمه، هو كمان وظيفته ان هو بيقلل او بيبطئ عمليه الهضم والامتصاص بتاعه النشويات والسكريات. ده احنا محتاجينه. هو انا دلوقتي لما اكل حاجه زي البليله بتعلي سكر الدم، ايه اللي هيخلي سكر الدم يعلى تدريجيا، او ايه اللي هيخلي عمليه الهضم والامتصاص بتاعه النشويات او بتاعه البليله تبقى ابطا عشان ما تعليش سكر الدم؟ هي الياف الاناسيليوم. الالياف من الحاجات بتاعه الاناسيليوم بتبطئ او بتخلي عمليه الهضم والامتصاص تبقى بطيئه، فبالتالي مش هتعلي سكر الدم، ومش فبالتالي مش هتجوعي بسرعه، وبالتالي مش هتعمل على مش هتعمل عمليه تخزين دهون في الجسم. وده المهم، يعني لا هخزن دهون جديده ولا يعني ولا هاكل كميه كتيره، وفي نفس الوقت هتعمل لي حاجه مفيده ان هي مش هتعلي سكر الدم بسرعه بتاع جسمي. ده مهم قوي. بس البليله انا بس حابه اقول حاجه يعني بسيطه. فضل. احنا ممكن القمح اللي احنا بنستخدمه ان احنا نسلقه بطريقه صحيه بحيث ان احنا نقلل السعرات بتاعتها. يعني ايه؟ يعني اول حاجه بنقعد من بالليل في ميه دافيه، تمام، ونيجي تاني يوم الصبح بنغسلها كويس،
من الميه، وبعد كده بنحطها على النار بنغليها وبنحتفظ بالميه بتاعتها، ان الميه بتاعت القمح دي مفيده جدا، هنستخدم منها فعلا في يعني فيها كميه فيتامينات، فيتامين من اعلى مصادر فيتامين سي والحديد. وفي نفس الوقت حتى الست اللي بترضع بتيجي عند 6 شهور الدكتور بيقول لها ادي له ميه القمح دي، فدي مفيده قوي. تاني حاجه هنحط عليها لبن كامل الدسم بحيث ان هي دي دهون صحيه، فالدهون الصحيه دي برضو هتساعد، تبقى مفيده، مفيده جدا وهتساعد في ذوبان الفيتامينات اللي هي A D و E K. حاجه كمان عاوز اقولها، نحط بقى عليها زي ايه اللي هو جوز الهند، هيبقى مفيد قوي برضو. حاجات دهون صحيه، تمر وشويه مكسرات كده بسيطه، ممكن المجروش السوداني والمكسرات نحطها عشان دي فيها نسبه اوميجا 3 عاليه قوي. فكل ده هيساعدنا، وانا عملتها بطريقه صحيه اكتر، مش هتعلي سكر الدم بسرعه، وفي نفس الوقت السعرات سعرات اقل. ممكن كمان نستبدل بقى السكر الابيض بسكر سفل، ده دي يا سلام عليك، دي بقى دي اللي انا عاوزه اقوله، بس مستنيك انت تقوليه بقى. هي الفكره ان انا هبقى ساعتها باكل وضميري مش مأنبني ان في كميه سكر، يعني ممكن الطاجن الواحد بالسكر اللي انا حطيته. احنا المره الجايه بقى نبدا ندخل السكر السلسله عشان نوري الناس ازاي طعم الحاجه مش بيتغير كمان. ده اهم حاجه للناس، الطعم، وان هي تقدر تدخل الفرن، تقدري تعملي بيه حلويات، وفي نفس الوقت هيضاعف طعم السكر، هيديك الطعم اللي انت محتاجاه من غير سعرات حراريه، وده مهم جدا سواء ليكي، سواء بخس، سواء على فكره بحافظ على وزني، سواء عاوزه اقلل كميه السكر انا باكلها. يعني السكر مش فكره بعمل دايت، مش بستخدم سكر دايت عشان بعمل دايت، لا انا المفروض بحافظ كمان على وزني. السكر الابيض خالص، ايوه، من حياتي، يعني الناس المفروض تمشي على النظام ده. طيب طرق التواصل بقى، اكيد الناس اتحمست دلوقتي ان هي هياكلوا بليله وهياكلوا قلقاس والدنيا هتبقى لطيفه، فعايزين يعرفوا يتواصلوا ازاي. تمام، هنتواصل من خلال صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، او من خلال صفحه نهال حافظ على الفيسبوك، ممكن من خلال كمان انستجرام اون تارجت فارما، او من خلال انستجرام نهال حافظ، ممكن كمان من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه. وعاوزه اقول كمان حاجه يا شيف، ان ساعات الناس بتتضايق ان احنا بيبقى التليفون مشغول على طول، ده بيبعتوا لي على صفحتي موضوع التليفون المشغول ده كتير جدا، فانا دايما حتى بنوه ان هم يبعتوا على واتساب، يبعتوا على واتساب الارقام او رسائل الصفحه. ممكن تبعتوا على الواتساب لو انتم مش عارفين تواصلوا معانا، والشحن طبعا مجانا لاول 100 متصل. وحاجه بقى كمان عاوزه اقولها، ان احنا الشحن مجانا، ما حدش يقول لي ايه الشحن مجانا فين، في القاهره بس؟ لا، مش في القاهره بس، الشحن مجانا من اول اسكندريه لحد خط الصعيد، اسيوط وسوهاج. حلو جدا، يعني الناس هتقدر ان هي كل الناس تقدر توصل لهم لحد باب البيت. وكان كمان سمعت اول 100 متصل، ايوه كده بقى في الحاجات البسيطه دي. انا هعمل ايه؟ هاخد دقيقه اقول لكم ان انا هحط ايه على ايه. طيب انا عندي كده شم الريحه جميل. الريحه خطيره، السلق عندي ظبط دنيته تمام، هعمل ايه؟ بصوا اهو، واحده واحده انا هبتدي اخد اهو، شايفين خرفش ازاي وبقى زي الفل اهو، عشان انا كنت سبته اكتر من نار كده كان هيبوظ اهو. اعملها هنا، يلا هنزل بيه بعد ما اتحمر. الله اهو، جهزي نفسك بقى عشان في طبق هيجيلك. لا أهو. هو هيجيلي ليه؟ انا اجيله على طول. ايوه لازم هندوقها اهو. بحط بقى، شايفين لونه خطير، خلاص انا كده بالنسبه لي زي الفل. حلو في الشتاء، حلو قوي، وبعدين هيدفينا قوي. حاجه كده يعني قديمه، الجيل بتاع دلوقتي متهيألي جيل البيكاتا بقى والبيتزا والحاجات اللي هي دخيله علينا دي، هيستغربوا ده ايه. بصوا شايفين اللون؟ شايفين اللون زي السكر اهو، شايفين اللون بتاعه يجنن. خلاص انا بالنسبه لي كده تمام جدا، هقفل بقى واقدمه معاكم في اخر الفقره ان شاء الله اهو. بس كده جهزي نفسك بقى عشان ايه؟ عشان ناكل، تدوقي الاولاد بتاعنا النهارده وتقولي لا ما تقلقيش، انا واخده باكيت الانسيليوم قبل كل ما باجي لك، لازم اخد الباكيت قبل ما اجي. ليه؟ عشان عارفه ان انا هاكل. ان انت ما شاء الله يعني مش مليانه، بس في نفس الوقت انت محافظه على وزنك، محافظه على وزنك، فدي حاجه حلوه. مش شرط ان اللي ياخد الانسيليوم يبقى عنده 30 40 كيلو زياده، هو كمان بيحسن حركه الجهاز الهضمي، ده مهم قوي. دي ميزه بصراحه. طيب يعني الناس هتقدر تاكل القلقاس عادي وتخس كمان، مفيش اي مشكله. مفيش مشكله، اي حد ممكن ياخد الانسيليوم، ولا في ناس اقول مثلا لا دول مش هيناسب؟ تمام، حلو قوي السؤال ده. انا عاوزه بس اقول هقسم الناس لنوعين، اي حد يقدر ياخد الياف الانسيليوم، الاطفال، الامراض المزمنه، اي حد محتاج يخس. بس احنا عندنا نوعين كورس انسيليوم، في كورس انسيليوم العادي وفي كورس الانسيليوم المكثف. العادي اللي هو فيه الالياف بس مع سكر الدايت، ده ممكن اي حد ياخده، امراض مزمنه او اطفال،
واحنا يمكن عاملين الكورس ده مخصوص للاطفال والامراض المزمنه عشان بيكونوا كتير جدا محتاجين يخسوا ومش عارفين يخسوا، بالذات حاله الامراض المزمنه بيبقى خايف ياخد اي مكمل غذائي. فالياف اناسيليا مكمل غذائي مش دواء، يقدر ياخده عادي، مش بيتعارض مع اي ادويه هي بياخدها، سواء سكر سواء ضغط سواء قلب. فالالياف الاناسيليم او كورس الاناسيليم العادي ينفع للامراض المزمنه والاطفال من سن 3 سنوات، يعني اي طفل بيتعرض للتنمر، اي ام مش عارفه تسيطر على شهيه ابنها، بنقول لها ان الياف الاناسيليم تنفع لانها عباره عن مكمل غذائي وطعمها طعم الاناناس، طعمها حلو جدا، طعم مسكر عامل زي العصير، فهو يقدر يشربه وما يكونش عارف، يعني هيحس ان هو عصير، مش هيحس بقى ان هو بياخد حاجه ده دواء او فيه مكمل غذائي بياخده ان هو يسد معاه الشهيه. تاني حاجه كورس الاناسيليم المكثف ده بيبقى عباره عن الياف وكبسولات مع سكر الدايت، ده للناس اللي هي جربت انظمه غذائيه كتير، للناس اللي خدت منتجات تخسيس كتير، للناس اللي عندها اكسبيرينس قويه جدا في الدايت، الناس اللي حرقها قل بسبب سوء التغذيه او بسبب الانظمه الغذائيه الغلط، عمل لها سوء تغذيه وعمل لها نقص مناعه وعمل لها نقص في الكتله العضليه بتاعتها، بنضطر نديها كورس الاناسيليم المكثف ده بيبقى عباره عن الياف وكبسولات مع بعض، بحيث ان هم ياخدوا ماده الجارسينيا كامبوديا تقلل الشهيه النشويات والسكريات، ياخدوا ماده السيليوم هاسك تنفش في المعده تعمل بارك تخليك تاكل بكميه اقل، بتحسن حركه الجهاز الهضمي، بتحسن ميكروبيوتا الامعاء، بتبطئ او عمليه الهضم والامتصاص بتاعه النشويات والسكريات، وفي نفس الوقت فيها ماده البرمالين، فيها حوارق، فيها فيتامين سي كحوارق للدهون. فكده انا اديته مواد، مجموعه من المواد الفعاله زي الجارسينيا كامبوجيا، زي السيليوم هاسك، فيها فيتامين سي، في ماده البرمالين، فيها ماده ال كرانتين، الماده رقم واحد في حرق الدهون. يعني مش بس تخسيس الموضوع، ان انتوا بتحافظوا على نسبه طبعا الفيتامين اللي موجوده، ده حقيقي جدا، دي ميزه. اصل دايما احنا نسمع عن قصه انت عايز تخس، طب تعالى هخسسك ومش مشكله صحتك بقى، لا فالموضوع احنا مختلف. احنا يا شيف لازم نعمل حلقه ازاي نخس بشكل صحي، ازاي كورس الاناسيليم بيخسس دهون وبيحافظ على الكتله العضليه، ده مهم جدا، ده ممكن يبقى موضوع حلقات كتيره جدا، لان ده يمكن بقى موضه جدا، الناس كتير بتخس كيلوهات كتيره 20 و30 كيلو، يقول لك ايه بعد ما خسيت المناعه قلت، بعد ما خسيت الحرق بتاعي بقى ضعيف، صح، فده لانك حضرتك كنت ماشي على كورس او نظام غذائي غلط. فعشان كده لازم تخس مع منظومه زي اون تارجت فارما. كمان انت بتخسي وانت قاعده في البيت، قاعده في هي دي ان انا ما نزلتش ولا رحت ولا جيت، نفكرهم كمان بس اخر مره بطرق التواصل عشان لو حد لسه داخل دلوقتي ما تابعش الحلقه. طرق التواصل من خلال صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، من خلال صفحه نيهال حافظ على الفيسبوك، من خلال انستجرام اون تارجت فارما، من خلال انستجرام نيهال حافظ، من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه. احنا هنوصل لكل بيت في مصر من اول اسكندريه لحد الصعيد لحد شرم لحد الغردقه، وانت قاعده في البيت هتخسي وانت قاعده في بيتك، لا هتنزلي ولا هتروحي ولا هتيجي. دي ميزه ان انا هبقى قاعده في البيت وبخس برضو، ودي وفي فريق طبي متابع معايا، فاعتقد دي ميزه مش موجوده في اي حته. هناخد الحل وناخد انا وانت جوه دلوقتي. ايوه بقى هنختم سريعا. نورتيني يا دكتور نيرو، وان شاء الله لينا حلقه جايه كتير مع بعض، ونعمل وصفات باذن الله الحلقه الجايه بسكر سلسل وندلعهم بقى وصفات. أيوة حلوه. ايوه بقى كده، هو ده الكلام. نورتيني. حلقه سهله جدا وبسيطه، هكمل بسم الله كده. بصوا لون السلق عامل ازاي، خطير خطير خطير. مش هعمل حاجه دلوقتي غير ان انا احط القشطه، واحنا بنختم سيبكم في رعايه الله واشوفكم بكره على خير. سلام عليكم.